بهاي الحلقة راح أعلمكم كيف نرسم هاي الزخرفة الهندسية خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. معكم أخوكم مالك السباعي، متخصص وممارس للفنون والعمارة الإسلامية. هدف هذه القناة باختصار أني أعلمكم الفنون والعمارة الإسلامية بمبادئها وقوانينها وأساليبها خطوة بخطوة من الألف إلى الياء. هذا هو هدف القناة باختصار، فإذا أنت حابب تتعلم الفنون والعمارة الإسلامية شرفني باشتراكك. رح نبلش هلا رسمتنا. في عنا ورقة ياس A3، كرتونة تحتيها. الورقة مشان ما تتحرك معنا راح نثبتها، ثبتوها من الزوايا مش من النص، ثبتوها من الزوايا يكون أحسن عشان لما نحرك هلا المسطرة راح نحرك المسطرة ما بدنا إياها تصير تضرب اللزاق واللزاق يقطع ويعمل عندكم عدم تركيز في الرسمة. راح نلزق على الأطراف مسطرة، راح أستعمل مسطرة كبيرة، مسطرة وسط ومسطرة صغيرة. تمام، أول شيء راح نعمله راح نرسم خط على النظر بنص نص الورقة. تمام، راح استعمل ألوان عشان يكون أسهل إنكم تتابعوني خطوة بخطوة. الفرجار هيك بنركبه، هذا القلم وركبه لازم يكون بوز القلم على نفس بوز أبرة الفرجار على نفس المستوى. افتح الفرجار، الفرجار اللي راح استعمله هو فرجار بسيط متواجد في كل بيت، متواجد في كل مكتبة وسعره بسيط كتير. مبدأ في عندي فرجار متطور أكثر من هذا، ولكن أنا بدي استعمل إشي أنتم ممكن تلاقوه. راح نفتح الفرجار على أكبر فتحة ممكنة، ممكن نصور شوي ونص الورقة كله نظريا حاليا. راح نرسم اللي هي الدائرة الأم، راح نكون الفرجار خلينا نكون يعني شوي شوي، ما في داعي انه نتوتر بالنسبة للرسمة، بس بكل بساطة ارسموا الخط رحاله رح يرسم. ما في داعي انه نكون متنشنين مشان الرسم. ارسم هنا دائرة، راح نرسم على نفس السنتر كمان دائرة. أنا ما كملت هذول الدوائر لأنه أنا رسمتي راح تكون بحد الدائرة الأولى الأصلية اللي أنا رسمتها، راح يكون حد رسمتي من هون لهون فقط كمربع حد، فأنا ما في داعي أكمل الدائرة كلياتها. راح نصغر فوق فتحة الفرجار بعد ما رسمنا هذول الرسمتين، لأنه أنا حاليا بدي أرسم تقاطع بحيث إن أنا بدي أرسم خط عمودي على العد على الخط الأفقي اللي أنا عملته هون. لازم نكون دقيقين بالرسم عشان رسمتنا تطلع قدر الإمكان 100%. راح أرسم هنا كروس، راح أرسم هنا كمان تقاطع. من سنتر هون لسنتر هاي. راح يكون عندي الكروس اللي رسمناه هنا مركز الفرجار اللي هي تقاطع الدائرة اللي
الثاني اللي رسمناه مع تقاطع الدائرة الأصلية. تقاطع الكروس هات، تقاطع الكروس هات مرورا بالمركز راح نوصل خط بين فترة وفترة مشان نحن ما يصير عندنا هذا الاشي. ننظف القلم بايدينا او في شافة محرمة جنبينا، انا بفضل انه في ايدي لانه المحرمة بجوز لما كتر تنظيف المحرمة يعلق براس القلم اشي من المحارم ولا بالفايل فيخرب لي الرسمة. طيب راح نرجع نفتح فتحة الفرجار لنفس فتحة الدائرة الأصلية، نحاول نكون دقيقين نحن. رسمنا هذا السنتر وهذا السنتر، راح نرسم دائرة تقاطع هذا الخط الأفقي اللي رسمناه مع الدائرة الأصلية. الفترة الثانية راح استعمل ألوان مختلفة. لاحظوا نحن هلأ صار عنا ونحن هون بتلة كبيرة، هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة، في عنا التقاطعات هدول. راح نوصل خط 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 حتى إنه يتشكل عنا مربع. نبلش دقة مهمة جدا خصوصا بالخارف الهندسية، لأنه رسم يدوي وهو ممتع أكثر إشي بالنسبة إلي لازم الدقة. هلأ رح نعمل خطين افقيين بالمربع الكبير، من هذا الخط وهذا الخط. هلا بدنا نرسم كمان خط، خط من هاي النقطة لهاي النقطة لهاي النقطة لهاي النقطة وبنرجع لهاي النقطة. بصير عندنا نحن مثل ما هلا ملاحظين صار عندنا المربع الكبير عليه مربع مربعين ثلاثة أربعة. راح نوصل هون بحيث أن المربع هذا صار فيه تقاطع تقاطع. هذا لو نقلب الورقة ممكن يكون أسهل علينا الشغل. لاحظوا كل مربع قسمناه لخطوط متقاطعة. هلا بدنا كل مربع بدنا نعمل فيه خط افقي، خط افقي وخط عمودي، خط عمودي وخط افقي، يعني بدنا ننصصهم قطريا. يعني ننصصهم
ما نستعجل في الرسم ابدا، ما نستعجل، احنا عم نرسم اشي مميز. مثل ما انتم ملاحظين راح نرسم بكل مربع، فتحنا فتحة الفرجال من هون لهون، بكل مربع راح نرسم دائرة. هاي الدائرة اللي هي راح تحدد لي النجمة الثمانية حسب الرسمة اللي ورجيتكم اياها بأول الفيديو. هلا صار عنا دائرة، دائرتين، ثلاثة، أربعة. هلا بكل دائرة بدنا نرسم نجمة ثمانية. نجمة ثمانية عبارة عن مربع هيك ومربع هيك، عبارة عن مربع ومربع ثاني ملفوف بزاوية 45. فنحن مشان نعمل هدول المربعين نرسم خط من هاي النقطة لهاي النقطة. راح نرسم، راح نبلش بدائرة دائرة. هاي اللي بدنا نرسم هذا الخط هيك هيك. هلا هذا الخط مرورا إذا كملناه بشكل مستقيم راح يعطينا هذا الخط معه بالنسبة للدائرة اللي هون. راح يكون عندي هذا الضلع من الدائرة من الشكل الثماني في هاي الدائرة. إذا كملنا الخط كمان عملناه امتداده راح يعطينا هذا الخط، هذا الضلع من النجمة الثمانية الموجودة في هاي الدائرة. فبدل ما أنا أرسم خط أقطعه أطلع فيه هيك دغري للنقطة هاي، لا بعمل خط أكمله لهون أكمله لهون أكمله لهون. يفضل إنه يكون كلياته، يفضل انه يكون الخط كامل خط واحد، مشان انا الخطوط اذا عملتها كل خط منفصل بجوز يصير في عندي تكسر بالخط، وهيك راح يبين للي شايف الرسمة انه ما في عندك دقة. هلا انا برسم الخط كامل مشان يطلع عندي استقامة في بين بوصلات النجمة الثمانية اللي راح نرسمها. نفس الخط اللي هون بعمله على الجهة الثانية من هاي النقطة مرورا بهاي النقطة، هاي النقطة مرورا بهاي النقطة، خط موازي له. أرسم خط موازي لهذا فوق، لاحظين هلا احنا هيك بنكون خلصنا كل المربعات يلي معمولها التفاف بزاوية 45. هاي هون مربع،
هون مربع، هون مربع. هلا بنقصنا في كل دائرة اللي هون مربع على زاوية 90، هون مربع، هون مربع، وهون مربع. رح نحاول نرسمهم هيك. التقاطع اللي هو الخط الدغري هاد مع تقاطع الدائرة، راح يبقى لنا هاي النقطة، نفس هاي النقطة مثيلها بالمربع الثاني. راح نوصل خط مثيلها هون، مثيلها هون على الطرف الثاني من الدائرة. صوت الألم الورقة. ما علينا، راح نرسم هلا هون كمان خط. اللي هو التقاطع الخط الكبير الطويل هذا مع الدائرة هاي. عندي تقاطع هذا الخط مع الدائرة هي هون، نفس الشيء تقاطع هذا الخط مع الدائرة هاي النقطة. لاحظوا هون هاي الدائرتين اكتمل عندي النجمة الثمانية. لاحظين كيف؟ هلا بقى عندي هذول المربعين، نخلص لهم. عندي هذا الخط تقاطعه مع الدائرة هون. راح احدد لكم هذا القلم الاسود عشان احنا احدد لكم الشكل. ما بدنا نستعجل بأثناء عملية تحديد الشكل النهائي، لأنه أي خط زيادة ممكن إنه يخرب لنا الرسمة، فما نستعجل، نكون كتير مركزين. مش معنى إذا صار غلط يعني خلاص الرسمة صارت بالكب معناته لازم نعيد من أول جديد، لا، ولكن شوي شوي بالتأني السلامة.
ممكن انه انت قبل ما تبلش تحدد الشكل النهائي ممكن انه انت تتعلم بالقلم نقاط صغيره تقدر انها تكون معلم جايد لإلك انت عم ترسم الشكل النهائي. نقاط صغيره عند كل زاويه تكون انت عارف وين عم تمشي. هيك تقريبا انتهى الشكل النهائي. هاي صار عندي نجمة نجمتين ثلاثة أربعة وهي في عنا هذا الشكل يلي نتج عن المحصور بين الأربع نجم المتقيلين رأس برأس. خلينا نوصل نحدد الشكل النهائي. هلا خلينا هيك نعمل سكتش لون على السريع. هيك بنكون خلصنا رسمتنا لهذا اليوم. بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. اي استفسار بدكم اياه ممكن انكم تبعتوا لي على الكومنتس وان شاء الله راح اجاوب على كل الكومنتات.